الله تبارك وتعالى لما ذكر أوصاف عباده المتقين وصفات أوليائه المقربين قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما قال محمد ابن كعب رحمه الله قال: لما أخفوا لله العمل أخفى الله لهم الجزاء. فهؤلاء كانوا يقضون أوقاتهم بالليل سجدا وقياما لله. وشبابنا أين يقضي ليلة؟ يبيتون في سهر طويل، يقلبون الصفحات ويتابعون المواقع ويدخلون على الفيديوهات والنكت ويتابعون الأخبار بشغف ويتراسلون فيما بينهم إلى وقت متأخر بالليل، تضيع عنهم الصلوات المفروضة ويضيع عنهم كتاب الله تبارك وتعالى ويضيع عنهم تعلم العلم ويضيع عنهم أداء الواجبات كبر الوالدين والإحسان إليهما، وهم أمس حاجة إلى بر أولادهم. ضاعت عنا صلة الرحم وضاعت عنا القربات وانفلتت من بين أيدينا الطاعات، كانت في قبيل الواجبات أو في قبيل المستحبات. بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء الشباب ما أوقفوا أنفسهم وما نذروا حياتهم لله. والله وبالله وتالله لو نذر كل شاب حياته لله لما رأيت حال هؤلاء وصل إلى ما وصل إليه الآن. فلماذا هذا الاستهلاك؟ أنحن أمة مستهلكة؟ هم لا يتجاوزون، وهم الذين اخترعوا هذه الأجهزة، دقائق معدودات في يومهم إلى أن يقلبوا في هذا الجهاز، ونحن نعيش معه ليلنا ونهارنا بأكمله. ومع ذلك يأتي الواحد لأن يتساءل فيقول: ما الذي أدى إلى أمة الإسلام إلى أن تتخلف؟ ما الذي أدى بها إلى أن ترجع القهقرة؟ ما الذي أوصلها إلى هذا الذل والهوان؟ هذا من أعظم الأسباب رحمكم الله، لأن الأمر بعد الله تبارك وتعالى إنما هو مصب على هؤلاء الشباب. وذلك كما قلت قبل قليل، والله مهما بكت أعيننا حسرة على شبابنا فإن هذا البكاء لا يجدي. بكيت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذا رأيتم من علماء الأمة الكبار يموتون ويفقدون واحدا بعد واحد، والشباب الذين هم العمدة وهم الورطة لهؤلاء العلماء يضيعون حياتهم ويفرطون في وقت شبابهم الذي هو وقت التعلم، وقت الجد والحزم والاجتهاد والعمل. إذا ضاعت عنك فترة الشباب فجاء المشيب، كيف لك أن تتعلم فضلا أن تعلم؟ فلذلكم أيها الإخوة في الله لا بدنا رحمكم الله من أن نجعل هذا الهم يعتصر قلوبنا، وأن نجعل هذا الغم يعظم في نفوسنا، وهذا واجب علينا، ليس من باب المستحب بل هو واجب، لأن هذا الدين سنسأل عنه جميعا. الله تبارك وتعالى ما جعل مسؤولية الدين على شخص بعينه، لا، كل مسلم سيسأل عن هذا الدين، كونوا على يقين من هذا الكلام.